بعد امتناع الشركات المستوردة للنفط عن تسليم البنزين للمحطات ورفع الأخيرة خراطيمها معلنة عدم توافر هذه المادة قبل حسم مسألة الأسعار، أعلن رئيس تجمع الشركات مارون شماس في اتصال بالجديد أن أزمة البنزين ستشهد انفراجاً بعدما تعهد مصرف لبنان بإبقاء سعر صيرفة ثابتاً حتى نهار الثلاثاء المقبل. بحسب بيان أصدره، أكد فيه أن سعر الدولار المعتمد والثابت لاستيراد البنزين لغاية مساء الثلاثاء المقبل 22,200 ليرة لبنانية. تعهد الحاكم أنه المبيعات اللي لها تتسلم نهار الجمعة والسبت، يعني اليوم وبكرة، بيكونوا على نفس سعر يلي جدول تركيب الأسعار، وبالتالي بهالطريقة هاي ما بقى في مشكلة. الحل هو أنه يا تثبيت سعر صرف صيرفة، يا أنه يكون في بتوازي، يعني السعر اللي بينحط على صيرفة مقابلة الكمية الدولارات تنربط مع مصرف لبنان حتى ما يكون في أي يعني نقع بالمجهول. وزير الطاقة وليد فياض، وبعد صدور تعهد المركزي، جال على بعض المحطات لفتحها أمام المواطنين ومن دون مواكبة أمنية. إلا أن الأزمة لم تحل وبقيت الخطوات ترقيعية، ما يطرح السؤال: ماذا بعد الثلاثاء؟ خلينا نقطع اليوم، بعدنا الجمعة، اليوم عندنا جمعة وسبت وأحد وتنين إن شاء الله. خايفة الناس بهمة، تعرف بدها تطمن، نحن رح نرجع للثلاثة للطوابير، شو رح يصير فينا؟ لك أنا كنت معصب كتير على بكرة مثل ما حضرتك قلتي، هلق أنا حابب أتفائل لأنه قدمين على ويك أند وإن شاء الله خير يصير في حماية لسعر الدولار وخاصة للمحروقات بسعر صيرفة. سعر صيرفة نحن ما عم نحكي هلق تنك البنزين بأربعين ألف ليرة ودعموا لنا إياها، صارت التانك بأربعمية وتسعة وخمسين ألف، منه رقم سهل يا عمي. وفي السياق، صدر بيان عن تجمع الشركات المستوردة للنفط أشار فيه إلى أن هذا القرار يحل الأزمة ظرفيا حتى مطلع الأسبوع المقبل، ودعا التجمع وزارة الطاقة والوزير إلى التحلي بالحكمة والتسلح بالمنطق بإصدار جدول جديد صباح الاثنين آخذا بالاعتبار الاتفاق الذي أبرم. وبحسب الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، فإن الحل النهائي هو في تحرير القطاع كليا من دعم مصرف لبنان وتدخل وزارة الطاقة في الأسعار. يجب السماح لمستوردي المحروقات وموزعي المحروقات يسعروا على سعر الدولار الرائج. يعني اليوم كل السلع بالبلد، اليوم إذا بتفوت على السوبر ماركت كيس الرز، بس يطلع الدولار بيطلع حقه، وبس ينزل الدولار بتغير حقه مع سعر الصرف، ما هيك؟ بده يصير بالمحروقات ذات الشيء. إذا هيدا الشيء ما بيصير، إذا بدنا بس إنه نقول لهم أنتوا أمنوا دولار، اشتروا بالدولار بس مجبورين بيعوا باللبناني على سعر بتحدده الوزارة، ساعتها هون منفوت بنفس المشاكل اللي كنا فيها من سنة. إذن هل تختفي الطوابير أمام المحطات بعد دولرة البنزين؟ ربا الفرن، قناة الجديد.